اهلا وسهلا بحضراتكم ساده مشاهدي ومتابعي تلفزيون السابع في لقاء متجدد عقب انتهاء مباراه الزمالك ومصر المقصه. الزمالك بخماسيه نظيفه في مرمى مصر المقصه يحافظ على صداره الدوري الممتاز. طبعا دائما وابدا في الفقره التحكيميه عقب مباريات الدوري بنلتقي بحضراتكم وبنستعرض زي ما قلنا مرارا وتكرارا في منبر اليوم السابع، بنستعرض ابرز الايجابيات التي شهدها اللقاء من قرارات الحكام والمساعدين وكابينه الفي ار، وبرضه بنناقش مع حضراتكم لو هناك قرارات جدليه في شهدها في اللقاء. اعتقد النهارده مباراه سهله تحكيميا، عذرها الحكم حكم الدرجه الاولى نادي الامر الدوله، وانا عايز اقف بقى عند نادي الامر الدوله، بس الاول اقول لحضراتكم النهارده طاقم الحكام نادي الامر الدوله وهاني خيري ونور سعيد اثنين مساعدين، بينما الحكم الرابع اسامه اسماعيل، وفي كابينه الفي ار محمود بسيوني حكم الساحه، ومساعد في ار محمد عبد العزيز حكم الساحه. النهارده اللجنه كانت قلنا قبل كده ان المباريات في الفتره الحاليه ولا في هذه الاسابيع هي الاسابيع الحاسمه، سواء في صراع القمه او في اول منافسه على الهروب من الهبوط. نادي الامر الدوله ادار 13 مباراه في الدوري الممتاز الموسم الحالي. دي المباراه الاولى التي يظهر فيها نادي الامر الدوله ل الزمالك والمقصة، وأدار مباراة وحيدة للنادي الأهلي. طيب حكم أدار 13 مباراة في الدوري الممتاز، منهم مباراة للنادي الأهلي، يعني أدار 12 مباراة نادي الأهلي أمام سيراميك كليوباترا، يعني أدار 12 مباراة. 12 مباراة أنت جاي النهاردة كلجنة بتسند ليه مباراة لنادي الزمالك في الجولة 30، ازاي يعني معنى كده؟ طب هو 12 مباراه، هل هو لما يكون نجح في ال 12 مباراه او في عدد في هذا العدد من المباريات، ليه ما ندفعش بيه بدري في ماتشات الاهلي والزمالك، بحيث ان احنا نكون عندنا عدد وافر من الحكام اللي هم جاهزين ويكونوا حاضرين في الميعاد تمام للموسم القادم؟ ده اعتقد ده كان لازم يكون فكر وسياسه لجنه الحكام. لكن طبعا هي صاحبة القرار في اختيار الحكام. نادي الامر الدوله النهارده وهاني خيري ونور السعيد اعتقد ما وجدوش صعوبه في اداره اللقاء، كان في التزام وكان في طاعه من اللاعبين. طبعا يمكن تكون النتيجه سهلت المباراه على نادي الامر الدوله، لكن عايز اقول النهارده ان برضه هناك برضه بعض الاختبارات اللي هنقف عندها وبعض تدخلات الفار الفي ار بشكل جيد. النهارده نادي الامر الدوله في الدقيقه 22 طلب نادي الزمالك بركله جزاء على لصالح سيف الدين الجزيري على حارس مرمى مصر المقصه. طبعا وطبعا بعد الاعاده وجدنا فعلا ان قرار نادي الامر الدوله قرار صحيح، كان عنده زاويه رؤيه مناسبه، هو كان موجود في مكان مناسب وسمح باستمرار اللعب، ولكن كان يجب مع هذا القرار المناسب الفني والسماح باستمرار اللعب انه يشهر البطاقه الصفراء ويحتسب ركله حره غير مباشره تحايل على سيف الدين الجزيري في الدقيقه 22، ولكن هو اكتفى بان هو اشار باستمرار اللعب واحتسب ضربه مرمى. هو النهارده نادي الامر الدوله سمح فعلا، ما كانش بيتدخل في الاخطاء الوهميه، سمح فعلا باستمرار اللعب في كتير من الالتحامات، وعشان كده كان تدخله بالصفاره ما كانش كثيرا، فتدخل واحتسب 22 مخالفه على الفريقين. عندنا اربع بطاقات صفراء، ثلاث حالات تسلل، اعتقد ان هم كانوا في توقيت مناسب من هاني خيري ونور السعيد. الانذارات، في انذار لحمد للمسلوسي، وفي انذار لمحمود عماد ومصطفى عادل،
من في انذار للمسلوسي ونيمار من الزمالك، ومقابل انذارين لمحمود عماد ومصطفى عادل من المقصه. طبقا للقانون الانذارات مستحقه. في الدقيقه 65 تدخل الفار بشكل تدخل الفار و استدعى محمود بسيوني حكم الفار نادي الامر الدوله الى شاشه المراجعه، واحتسب ركله في عرض عليه في شاشه المراجعه لما استدعاه، طبعا بيقول له ان بوسيبل ركله جزاء في لمسه يد. انا شايف من وجهه نظري ان الايد في وضعها طبيعي ولم تكن خارج حيز الجسم، وكان يجب ان رغم ان نادي الامر الدوله راجع اللعبه من خلال شاشه المراجعه في تقريبا استغرق حوالي دقيقه ونص، لكن انا كنت شايف ان هي رغم الايد الراجل ايديه مش مرفوعه، ولكن ايديه هي في جنبه بيحاول كده الايد بالظبط زي ما انا واصف لحضراتكم كده، تمام. فدخل داخل حيز الجسم، ما كبرتش حيز الجسم، وبالتالي كان يجب ان يستمر اللعب. لكن طبعا الفار تدخله ونادي الامر الدوله رجع واحتسب ركله جزاء و10 بطاقه صفراء لمصطفى عادل. يمكن يكون هو ده القرار اللي احنا هنختلف فيه مع حكم الدرجه الاولى نادي الامر الدوله، لكن في المجمل ادى مباراه طيبه، تعامل مع اللاعبين بشكل جيد. عايز اقول ان نادر محتاج يكون اكثر حسما في التعامل مع اللاعبين. مفيش حالات النهارده، مفيش اعتراضات، لكن محتاجين تكون هناك الشخصيه داخل الملعب تكون اكثر تمام حسما من اللي احنا بنشوفه منه، لان هو عنده امكانيات فنيه كويسه، حكم عنده حضور، بيتحرك بشكل كويس بدنيا هو جاهز، فمحتاج بس تقدير الفني، هو انا شايفه تقدير مناسب. تقدير العقوبات الانضباطيه برضه عنده تقدير جيد وتطبيق جيد للعقوبات الانضباطيه طبقا للقانون، لكن احنا محتاجين الشخصيه تكون اكثر حسما. قلنا يمكن شفناه في مباراه سابقه وقلنا كده، لكن هو حكم من الحكام اللي محتاج اتاحه فرصه اكتر، محتاج ياخد ماتشات اهلي وزمالك، محتاج ثقه. التحكيم في الفتره الحاليه محتاج ثقه فعلا، لان عندنا 4 اسابيع حاسمه هتفرق كتير في صراع القمه والقاع وترتيب منتصف الجدول، فاعتقد ان دول الاسابيع الحاسمه. التحكيم محتاج ثقه. طبعا النهارده تقدم كابتن عصام عبد الفتاح باستقالته من لجنه الحكام الرئاسيه، ووجه الاتحاد المصري لكره القدم الشكر للكابتن عصام. طبعا هيتولى مهام ومسؤوليه حقيبه التحكيم المصري في الفتره القادمه الخبير الاجنبي الخبير الانجليزي مارك كلاتنبرج. مارك كلاتنبرج ده هيكون النهارده بكره في اجتماع مع لجنه الحكام، وطبعا هيضع استراتيجيه ويضع خطه لتطوير التحكيم. عندنا امل انه يضع خطه لتطوير التحكيم، لكن مفيش شك عصام عبد الفتاح قدم مردود جيد في السنوات السابقه، وكان فعلا هو واحد من محبي وعاشق التحكيم، وبذل جهد كبير علشان يقدم للتحكيم المصري ويرد الجميل للتحكيم المصري، وانا اعتقد ان هو قدم مردود جيد في الفتره اللي تولاها. بنتمنى له طبعا التوفيق. طبعا زي ما اتحاد الكوره خد قرار بتعيين مدير فني فيتوريا للفريق الاول، وتعيين مدير فني برازيلي للمنتخب الاولمبي، فمن النهارده الخبراء الاجانب تمام موجودين تمام في الجبلايه، وبيديروا المنتخب الاول المنتخب الاولمبي. برضو التحكيم هيديره في الفتره اللي جايه في هذه الفتره اعتبارا من الغد. الانجليزي مارك كلاتنبرج. طبعا لازم نقف ونساند ونقول ان احنا بنساند وبندعم منظومه التحكيم، لان طبعا لازم حضراتكم تبقوا عارفين ان التحكيم هو احد اهم عناصر منظومه كره القدم، ودي اللي احنا محتاجين ناكد عليها. التحكيم هو احد اهم عناصر منظومه كره القدم، بتطوير التحكيم وبنجاح التحكيم بتنجح جميع المسابقات سواء المحليه او العالميه. يعني فان شاء الله عندنا امل ان الـ4 اسابيع القادمه تشهد بعض الوجوه الجديده،
فاشهد تكون في فرصه لبعض الوجوه الجديده سواء الحكام المساعدين او حكام الساحه قبل انتهاء الموسم، وبرضه مع الحفاظ على فرص الانديه في المنافسه سواء في القمه او في القاع. مسؤوليه كبيره جدا على لجنه الحكام. اعتقد ان كمان حتى في وجود هذا الرجل كراتنبرج، اعتقد ان هو هيترك المسؤوليه في الاسابيع الاخيره للجنه الموجوده الحاليه. في اكتر من واحد المفروض ان هو يكونوا مرشحين يكونوا موجودين مع كراتنبرج في الفتره القادمه من اللجنه، اعتقد لان فعلا لابد ان يكون موجود اكتر من عنصر. كابتن احمد ابو دعيله، كابتن تامر دري، اعتقد هيكون موجود سيد مراد، اعتقد دول هيكونوا موجودين في الفتره الحاليه حتى عشان حتى يقدروا يكون كل الداتا اللي هيحتاجها الخبير ان شاء الله تكون موجوده عشان يبدا يضع خطه واستراتيجيه لتطوير التحكيم، نشوف فيها نتائج طيبه. احنا النهارده في اغسطس 2022 عندنا حكم رايح مونديال 2022 في قطر. من دلوقتي بقول لابد على لجنة الحكام وعلى هذا الخبير ان يستعد يكون هناك حكم، يكون هناك طاقم حكام في الدورة في الاولمبيك جيم في 2024، وهناك طاقم حكام مصري تمام ان شاء الله في 2026 في المونديال كاس عالم 2026. ده لابد ان يكون دي الخطه اللي موجوده. لازم كمان الراجل يعيد النظر في تقييم الحكام الدوليين بالقائمه الدوليه سواء المساعدين او حكام الساحه. بنتمنى ان شاء الله نشوف تحكيم جيد، نتمنى ان شاء الله لمنظومه التحكيم انها تتقدم الى الامام. ان شاء الله ده كل ما لدينا النهارده في مباراه الزمالك والمقصه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ونلتقي بحضراتكم إن شاء الله غدا عقب مباراة الأهلي والمصري التي تقام في 9 مساء غدا إن شاء الله. أشكركم وإلى أن ألقاكم في مباراة قادمة. لكم مني أطيب تمنياتي ورق تحياتي.